السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي بالغربه. بعد الفضيحه تاع المنتخب الوطني مقابله البنين وما لقيناش منافس وقضيه المناجر ولعبنا مع البنين وبالماضي كان مستاء وقالت منيت نلعب مقابله وديه مع غانا، على الاقل يكون زوج مقابلات وديه باش نجرب اللاعبين. حنا قلنا يا سيدي نعتبروها غلطة، وقلنا من المفروض الاتحادية ما تزيدش ترتكب الأخطاء هذه، ما تزيدش تقع في الأخطاء، لأن أي اتحادية في العالم راه عندها كالندري، عندها برمجة معينة لمقابلات ودية، عندها برمجة لمدة عام. كاين اتحادية مدة أكثر من عام وعندها مع من تلعب مقابلات ودية. حنا قلنا معليش غلطة وفاتت. الان تخرج لنا الاتحاديه، قبل ما تخرج الاتحاديه الساعه وتقول لنا عم نلعبوا مقابله وديه مع المنتخب الافريقي، بعض الصحافه وبعض المواقع الصفحات الفيسبوكيه والصفحات اللي تابعه للاتحاديه والبروسي الاتحاديه قالت لنا باللي يا ولدي راح نلعبوا مع غانا وراح نلعبوا مع السنغال نلعبوا مع الكاميرون. انا خلعت اخيرا. قالت لنا الاتحاديه ولدي راني ما نقدرش نلعب مع غانا وما نقدرش نلعب معك مع واسمها السنغال وما نقدرش نلعب مع الكاميرون، نلعب مع الا واسمها منتخب الكونغو محتل 54 عالميا، يعني باش نزيدو حنا نطلعو في النيفو، لا نزيدو نهبطو في النيفو. بعد ما الفضيحه اللي صارت نتاع منتخب البنين اللي قال لنا راحين تلعبوا معايا لانكم ما عندكمش اتحاديه، وبعدها منتخب البنين قلنا راكم تلعبوا معايا انا والاتحادية مانيش عارفين مع من نلعب، زاد فضيحة كولومبيا ماناش عارفين مع من نلعب، وقالوا لنا زعما تلعبوا مع الارجنتين، ومن بعدها جماعة اللي تضرب الشيء ترزت شي قلت لا نلعبوا مع البرازيل مش الارجنتين، البرازيل، ومن بعدها كولومبيا، وكثر خير كولومبيا على كل حال نشكروهم اللي هما اللي قالوا لنا بلي راكم تلعبوا معانا، ما عندكمش اتحادية ديروا لنا حنا الاتحادية نتاعكم كيما البنين، نديروا البنين هي الاتحادية نتاعنا وكولومبيا هي الاتحادية نتاعنا، لا غالب حنا ما عندناش، عندنا السوق رانا هكاك ماشية بدعاوي الخير وخلاص. من بعد جاتنا الاتحادية وخرجت لنا قالت لنا يا ولدي راني عندي لكم مقابلة ودية مع قلنا كيما قلنا الكاميرون وغانا وكذا، رغم انه كاين اقتراح رسمي معلومة رسمية كانوا يلعبوا مع قطر في قطر كمقابلة احتفالية. من بعدها اللي تكشفت الحكاية وبدات لازم نلعبوا مع منتخب افريقي وكذا تفر الضغط، هيا ما لقاوش منين جابوا الكونغو المحتلة قلت 54 جابوها، وينو المنتخب الافريقي اللي عاد خلعونا به نلعبوا معاه؟ وينو؟ كي قلتوا الكاميرون وقلتوا غانا المرشح الرسمي غانا، ويني غانا؟ ويني الكاميرون؟ ويني نيجيريا؟ كاين اللي قالك حتى السنغال، انا قلت السنغال ما كاش خطر على بالي بالسنغال رايحه تلعب مع البرازيل بطل امريكا الجنوبيه، وبالفعل صح الناس تخطط بروغرامي بالست اشهر بالسبعه كاين بالعام هم يفاوضوا سمانه قبل الماتش، هيا جيت تلعب معايا نسلك لك كلش نروح العب كان سلكني برك، باش تعرف كي قلنا لكم باللي بالماضي جمال بالماضي هو الشجرة التي تغطي الغابة الفاشلة نتاع الاتحادية، تسجيل فاشل. نهضرو دوكا اللوجيك، نهضرو المنطق، كي نهضرو المنطق ما شفناش حاجة من عندنا في الندوة الصحفية اللي دارها بالماضي، اللي يحب يطلع ويتأكد على قضية المناجر، قال باللي المناجر هضر على الشروط وعلى النية ويهضر على العمل وما يخدمش مصالحه الخاصة، هذه ما تهمناش حنا. انا وش يهمنا؟ بالماضي صرح قال باللي بعد مقابلة البنين والصحافة كاملة مش غير بالماضي قالوا باللي بعد مقابلة البنين راحين نتعرفوا على المناجير الجديد للمنتخب الوطني، اوكي صح. فاتت مقابلة البنين ومقلناش، قلنا ما با يا ربي 10 ايام 15 يوم على مقابلة ولا 18 يوم على مقابلة الكونغو اللي قالوا باللي 10 اكتوبر، وين المناجير؟ وين راح المناجير؟ وينو؟ قلتوا باللي بعد مقابلة البنين راح نعينوا مناجر جديد مخلفا اللي جا لمدان، راح مدان وما كان والو، وينو المناجر؟
ما كانش. وكيفاش تقولوا للناس باللي هذا رئيس اتحاديه زاتشي والاتحاديه جات هذه جابت الكوب دافريكي؟ هيا وين عقل يتقبلها؟ اتحاديه ما تقدرش دير مقابله وديه، اتحاديه اللي مناجير ما عندهاش بعد ما راح مدان ما كان والو، اتحاديه اللي قبل على مقابله ب 15 ولا 20 يوم تعيط تقول له دير بروغرامي ماتش قبل المقابله وديه، مقابله وديه ب 15 20 يوم، الناس بروغرامي 6 اشهر بالسبعه. روحوا للطرف الاخر ولا الشق الثاني، الناس تقول بلي ولدي في وقت روراوا كانت سايبه وكانت حومه ونلعبوا مع موريتانيا والجزائر ضد الجزائر، والناس يعني اللي معروفين يعني جماعه زاتشي، احنا ما ناش مع روراوا ولا مع زاتشي، احنا مع الحق نعطوا كل واحد حقه. الجواب كاين والادله كاينه، ديجا مقابله الجزائر مع الجزائر كان بروغرامي بلي نلعبوا مع الكاميرون، ولولا تمرد نتاع صامويل ايتو اللي رفض باش نلعبوا مع الجزائر ودارها سبه تاع مينح ما جاش، بصح الجزائر استفادت ملايير من هذه المقابله كتعويضات. هذه الاولى. نرجعوا للمقابلات الوديه اللي نلعبوا مع حومه، قلت نلعبوا مع حومه يا اخي معليش، موريتانيا فريق مليح مقبول، انا ما نروح لكمش اللي قبل لا نحكوكم على جديد، موريتانيا فريق مقبول احرج المنتخب التونسي ودار مقابلات كبيره في كاس افريقيا، موريتانيا احسن من البوراندي، كل شويه لوجيك احسن من البوراندي، كان تحبوا نطلعوا النيفو نطلعوا النيفو. الاتحاديه هذيك جات لعبت مع المالي صح، اما الاتحاديه تروراو اللي قالوا يلعب مع الحومات يلعب مع الحارات، نعطيكم الدليل، لعبنا مع بوركينا فاسو في عزها، لعبنا مع جنوب افريقيا مقابلات وديه، التاريخ كامل باش تنحيه كلش تنحيه الا التاريخ، جنوب افريقيا السنغال بحضور ماني في 5 جوي وربحنا 2-1 عفوا ربحنا 1-0، الله اعلم الله اعلم سجلوا ابراهيمي باش ما ننساش، التاريخ ما يتمحاش. لعبنا نحكيكم منتخبات كبيره، نحكوا المنتخبات الكبيره، لعبنا مع اوروغواي، لعبنا مع الارجنتين، لعبنا مع البرازيل، كاين 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 التاريخ ما تقدرش تمحيه، ممكن انا ناسي مقابلات وديه اخرى. بصح بطل افريقيا يا ناس، بطل افريقيا ما يقدرش يلعب زوج مقابلات وديه في سبتمبر داكور، وفي اكتوبر قالوا بلي راح نجيبوا منتخب افريقي قوي وكبير جدا وكبير الحجم، قداش فيل هذا كبير الحجم، واخرته هو شيء الكونغو. هذا هو هذا هو الاتحادية اللي قلتوا لنا باللي كسرتوا لنا راسنا باللي هي اللي جابت كوب دافريك، انا نقول لك الاتحادية هذه ما تجيبش كاس جي، كاس جي ما تجيبوش، يا تقول لي جاي كوب دافريك، ها روحوا شوفوا الفضيحة نتاع المنتخب المحلي، مش منتخب المحلي منتخبات الوطنية كاملة، ناس تلعب بكرة عادية، كرة تاع الكون تاع المنطقة المناطق الجغرافية تاع افريقيا واسيا واوروبا، احنا نلعبوا بكرة قدم نتاع أندية نتاع الشامبيونز ليغ، حاولش نزيدك أكثر من هكا، ويقول لك جاب كوب دافريك، أنا قلت لكم كاس شي ما يجيبوش، كاس شي هذا هو اللي جاب كوب دافريك، مقابلة ودية مع الكونغو، كونغو، ألا والله روح ألعب معايا ماتش أميكال، وين نيجيريا؟ وين غانا؟ وين الكاميرون اللي قلتوا لنا راح نلعب الكاميرون طاطا؟ كان والو، حكاية فارغة، حكاية فارغة. بالون باش يلعبوا به ما كانش، ويقول لك سينيا سينيا مع اديداس اوريجينال، زوتشي سينيا مع اديداس اوريجينال بالماضي، واش رايك واش رايك في الـ في الـ في القميص وفي البدله الرياضيه اللي جابها لنا زوتشي هذا كمال ماوي؟ انا قلت لكم انا اعطيك بالدليل، اللي عنده قميص المنتخب الوطني يشوف العالم هذا، اسكو مخيط ولا لصقه؟ هذا ما نزيدكش انا، روحوا شوفوا مقابله الاخرى باك نعطيكم غير جديد، مقابلة المنتخب المغربي والجزائري المحلي، شوفوا العالم هذا برك، اسكو مطبوع ولا مطروز؟ ما نسيتلكش باش تعرفوا الاوريجينال، واسكو اديداس تعطيك كرات نتاع دوري ابطال اوروبا للاندية؟ صح لا غير، مع من تحكي؟ مع من تحكي؟ تخاطب الشعب، الشعب كاين الله يبارك، كاين طبقة مثقفة وناس فاهمة وعارفة، وعلى بالها بالاتحادية هذه أفشل اتحادية منذ الاستقلال. صح كاين ذباب الكتروني اللي تدروا الهضره هذه تبان له بلي رانا احنا ضد زرشي كشخص، وحنا راهو يخلص فينا راهو
لما يخلصنا حتى واحد من مبدا وضمير نحبوا بلادنا ونحبوا العلم هذا. لا مالا مع روا، مالا مع صدشي، مالا مع زيد، مالا مع عمرو، مع الحق ومع الرايه الوطنيه. اما صدشي يبقى كمسير افشل من رئيس اتحاديه منذ الاستقلال. بالون ما نقدروش نجيبوا كره تاع اديداس خاصه بالمنتخبات الوطنيه، حنا نجيبوا كره خاصه بدوري ابطال اوروبا للانديه، لان المنتخب الوطني في عهد زاتشي ولا نادي كلوب عادي ايكيب، ماهوش منتخب وطني. هذا هو اللي جاب لنا كوب دافريك. ميقولوك صحافه تقولك باللي هو اللي جاب لنا كوب دافريك. انا نقول ونعاود، بالماضي الشجره التي تغطي الفشل الاتحادي، الشجره التي تغطي غابه الفشل في الاتحادي. للحديث بقيه في الاخير، ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.